الجامعة الهاشمية فيها 13 كلية، عيني ما شافت أحلى من الاقتصاد والعلوم الإدارية. المبنى الغربي للقاعات الصفية، ومن جهة مبنى الكليات الطبية، جنبها دول الاقتصاد القاعدة عليه استراتيجية، يخرب بيته وماسك كاس القهوة عليه الصبحية، وبصراحة ما أقدر أوصفه بالشتوية، برد مطر مريخ خمسينية، وقتها حوله جماعة زعلانين، هذول عزابية، جماعة مبسوطين كان فينا رومانسية، روميو جولييت النسخة الهاشموية. روح السكوير الكلية، أحلى مكان بالهاشمية، الجماعة اللي فيه مش نفسية، باستمرار في نشاطاته كلها فاعلية، دفاتر الخريجين بتزينه كل سنة دراسية. نحكي عن المطالبات الإجبارية، كلي جزئي مبادئ مالية، إدارة واحد واثنين مواد مش طبيعية، ندرس كتاب والإتسباك والخدعة النية، درستهم كلهم وطلعوا عيني، وطلع عقلي عن ضغطه الاستيعابية، استنيت جدول العلامات الفصلية، نزلت لي مادة إف أبعادها ثلاثية، مشكلتنا مع هالمواد أزلية. وعملوا لنا عقدة نفسية. طلاب الاقتصاد ما شاء الله كثار، منتشرين في الجامعة انتشار، روح يمين روح يسار، بالممرات تحت الأتجار، عند الطب والهندسة والدوار، قاعدين بالجامعة ليل نهار، والله عراسي يا كبار، تسألني على العميد والهيئة التدريسية، بحكي لها كلهم 100 على 100، لكل الموجودين أحلى تحية من فريقنا اكس لارج من قلب الهاشمية. الجامعة الهاشمية فيها 13 كلية، عيني ما شافت أحلى من الاقتصاد والعلوم الإدارية.